اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب في اتم صحه. طبعا اكلتنا النهارده كده ارديحي، ما فيهاش بقى ولا لحمه ولا بط ولا فراخ ولا حاجه خالص. بس طبعا عملت كده طبق بتنجان ما شاء الله تبارك الرحمن، بالدقه بقى كده، طماطم وفلفل وثوم، جميله جدا. وجنبيها طبعا شويه ملوخيه، طبعا دي ملوخيه ناشفه يا جماعه، بتبقى طعمها جميل جدا جدا. وعصرنا النهارده، عملنا العصير بتاعنا النهارده خروب ما شاء الله، كان جميل جدا جدا يا جماعه والله. خروب طبيعي طبعا، بيبقى جميل جدا وطعمه جميل. طبعا كان عندي فاصوليا كده بايته، والرز كان بايت والله، بس طبعا حرام علينا لما نرميهم، طبعا نعمه ربنا ما تترميش. فقلنا طبعا نعمل كده جنبها بقى طبق باذنجان وطبق ملوخيه والسلطه والمخلل ما شاء الله، والسفره اتملت زي ما حضراتكم شايفين تبارك الرحمن. طبعا يا جماعه نعمه ربنا ما تترميش، حرام. طلعي بقى الاكل البيت كده عندك، مش كل يوم تعملي اكل. شوفي بقى عندك ايه في الثلاجه كده طلعيه، واعمليه لاولادك. فالحمد لله، اللهم لك الحمد طبعا. وسفره كانت جميله جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين. طبعا ده البتنجان بتاعي جميل جدا، عاملاه جميل جدا الياه، وعامله له دقه كده بطماطم وفلفل وثوم. فتسلموا لي يا حبايبي، وربنا يديمكم نعمه في حياتي، اللهم امين يا رب. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير، والامه الاسلاميه جميعا بخير. قومي بقى كده تشطري كده، طلعي بقى الاكل البيت كده في بيتك. اي حاجه بقى في الثلاجه كده، لمي بقى اللي في الثلاجه كله، وعدي يومك. والله العظيم زي ما حضراتكم شايفين كده، السفره كانت ما شاء الله عليها طبعا يا رب. زي ما حضراتكم سامعين، ربنا يا رب ما يبتلينا في اولادنا ولا في صحتنا ولا في اهالينا، اللهم امين يا رب. وتسلموا لي، وربنا يبارك فيكم، ودايما يا رب مع بعضينا، ربنا يا رب يديم ما بيننا المعروف، اللهم امين يا رب. وتسلموا لي يا حبايبي، وربنا يبارك لي فيكم، متشكره جدا جدا جدا. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراكات الحلوه بتاعت حضراتكم، وتسلموا لي يا حبايبي. طبعا نعمه وفضل، اللهم لك الحمد. زي ما قلت لكم، ولا بط ولا فراخ ولا لحمه، بس طبعا كانت احلى اكله. وزي ما حضراتكم شايفين كده، السفره ما شاء الله تبارك الرحمن عليها. فتسلموا لي يا حبايبي يا رب، وما تنسونيش بقى في اللايكات يا جماعه. ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب، وتسلموا لي. السلام عليكم يا جماعه.